أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بأنه لا يتحدث في الفتن إلا كبار العلماء، والواقع يا شيخنا الجليل بأنه تصدر أناس ليسوا من كبار العلماء في أجهزة الإعلام وتكلموا في الواقع وأثاروا الرأي العام، ولم نسمع من كبار العلماء رد على هؤلاء، فالرد على طائفة وهي الشباب المتحمس للجهاد، فلماذا لا يسكت الجميع؟ ودنا يسكت الجميع، عدل منهم هم أخطأوا، أنت تخطي مثلهم؟ هل أنت تقول ذولا أخطأوا؟ تكلموا في وسائل الإعلام وهم لم يوكل إليهم هذا الشيء وليسوا من أهل النظر في هذه الأمور، فهم أخطأوا، أنت لا تخطي، تحدث في المجالس وأنت لست من أهل الشأن، وماذا يستفاد من الكلام هذا إلا إثارة الفتنة والجدال بين الناس؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة عزمت على الحج وليس عندها ما يكفي للنفقة، فهل تلزم ببيع؟ ثم الجهاد، الجهاد اللي تقولونه الحين، وين الجهاد؟ الجهاد يعني قام له إمام من أئمة المسلمين وأمر به إمام المسلمين، ومن صلاحيات الإمام، هل شكل جيش بأمر الإمام جيش جيشا أو سرية؟ هذا الجهاد اللي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، على عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم من أمراء الإسلام في مختلف العصور، أن الجهاد من صلاحيات ولاة الأمور، هم اللي يأمرون بالجهاد وهم اللي يرتبون الجيوش والسرايا، هم الجهاد من كل واحد يروح من نفسه ويصير من اللي يقودك، من اللي يدبرك، من أن تحت رايتك، ينبغي التعقل في مثل هذه الأمور. نعم.